ثمنها اخويا العام اللي فات كانت الهنديه ب 300 درهم 400 درهم، هذا العام كاينه من 400 حتى 600 درهم ديال الصحراء ديال 600 درهم، وديال الحسيمه من 300 حتى 400 درهم، هذا الشيء اللي كاين فيها. وديال الصحراء ما قدرتش دابا لهنا ديال الصحراء الله قادير مراكش الدار البيضاء، هذه دابا ديال الحسيمه كتشد من هنا حتى الدار البيضاء هي وحابسه، لكن ديال الصحراء مزيان على هذه. لا ما كاينش كل وحده الثمن ديالها على حسب دابا ترانسبوره بيجوا من اكادير كتزاد واحد 7000 درهم ديال الكرعه والثاني لهنا. هذا الشيء علاش ما كتوصلش هذيك لهنا، هذيك ديال اكادير كدير 600 درهم، الا جابوها لهنا غادي 700 800 درهم. هذه عاوتاني الا مشات تما غادي 500 درهم 600 درهم 70 درهم على حسب ترانسبوره على حسب السائر على حسب ما هي مزيانه بحال هذه بحال ديال الصحراء بحال بحال. والنص العام اللي فات 200، هذا العام 400 600، النص بالنص على العام اللي فات. والسبب واقيلا هادشي ديال المازوت وهادشي، هادشي اللي كاين، هادشي ديال قلنا ديال ترونسبور هو اللي مخلي دابا المسائل كلها. الهندية سيرة كتعالج من المرض، الهندية دابا سيرة كتعالج في العروبية، أي عروبية سيرة كتلقاها كتحيا المرض، راه بدا كيفوت زايد على العام اللي فات، زايد العام اللي فات كانت غير درهم درهم ونص، هاد العام راه كاينة من درهم حتى 5 درهم 6 درهم، راه زايد على العام اللي فات. العام اللي فات كان كنبيع كاع الأغلب 60، دابا كاينه من الرقيقه درهم كاينه 60 70 كتلقاها حتى 100 ريال في 5 دراهم. جاي اخويا دابا شي 30 عام كنخدموا في الموسم ديالها، تقريبا 30 عام بعناها حنا جوج بريال، كنا نبيعوها كنا كنشروها ب 10 درهم الصندوق، وكنبيعوها ب 4 ريال وب 6 ريال وب ريال، دابا راه ولينا كنشروها ب 10000 كنبيعوها ب 60 وب 70 وب 80 وب 100 على حسب. الجمله كاينه من في الاول بدات ب 400 درهم ودابا غادي كطيح شويه، دابا راه كاينه ما بين 300 250، ما بين 300 درهم 250 درهم للصندوق. لا كاين فيها المرض، ولكن هذه البلاصه هذه المنطقه اللي كيجيبوا منها هاد الناس دابا حاليا ما فيهاش المرض وما كيضرش بالناس، هذيك الذبابه القمرجيه هي اللي كلاتها، بيضه كيدايره بحال الصوفه، وبيضه ملي كتقيسها كيولي بحال الدم، يعني راه بحال المغرب كله قريب شي منطقه قليله اللي بقى فيها ما ضرباتهاش وما راه ضربات كل شيء. هذا هو التم، هذا هو اللي خلاها باش دابا بالنسبه للعامه الناس ما بقاش عندها الهندية، عايشين منطقه قليله كيمشيو البيع والشراء باش غيجيبوها وكيتسبوا فيها مساكن ياكلوا فيها شويه الخبز. واش غنقول لك راه زادت فيها بحال 60% ولا اكثر. كان مثلا صندوق 100 درهم ولا 120 درهم وحتى 70 درهم، دابا ولا بدا ب 400 درهم ودابا راه وصل ما بين 300 250. الحبه كباديه من درهم ونص حتى 3 دراهم، ما كاينش ما كاينش فرق بالنسبه للعام الاخر، وهذا العام ما كاينش فرق بزاف بحال بحال. تما ديال الجمله هذا العام شويه كاين الغلا، كاين الغلا بزاف اخي. لا والو ما عندو ما ينقص، ما دار والو، ما نقص والو، باقي في الثمن هو الثمن. كنا كناخذو 3000 ريال، هذا العام 6000 ريال، ما قليله اخي، ما بقاتش ما بقاتش. حسب الشتاء ما طبش الشتاء وما كايناش مزيان، هادي شي يكون شي يكون شي 7 سنين ولا 6 سنين هكا في هاد الميناء، شي 6 سنين حتى 7 سنين هذاك الشيء اللي كاين. كاين الفرق هاد العام، كاين الغلا بزاف، كاين غالية بزاف، 6000 ريال الصندوق داير هاد العام، حتى 7000 ريال، من فين كناخذوها؟ حنا كناخذوها ب 100 درهم الصندوق، 3000 ريال هذاك كاع نسبتش، هاد العام بزاف، هاد العام قاطعة بزاف، 6000 ريال 7000 ريال دابا كدير، 3000 ريال هذاك الشيء اللي غناقص، كتولي تهبط. كاع الأرخاص كدير 100 درهم الصندوق، هاد العام دايره 6000 ريال 7000 ريال الصندوق هاد العام.